عادل أنت يا رب، وحكمك عادل في كل ما أتى إلينا. لا بل أنت لم تتعامل على حسب آثامنا، ولم تجازينا على حسب خطايانا، لأن كل ضربة تأتي إلينا هي قليلة وصغيرة بالنسبة لخطايانا الكثيرة والعظيمة. إلا أن غنى تحننك ومحبتك ورأفتك أيها السيد الجزيل الرحمة يجعلنا نجسر أن نطلب إليك ما هو فوق استحقاقنا. لأجل هذا نطلب إلى لطفك أيها الإله الفائق الصلاح ورب الرحمة أن تحسم عنا سيف الموت الحاد الحائم فوقنا، ولا توبخنا بغضبك، ولا تسلمنا إلى الهلاك حتى النهاية من أجل اسمك القدوس. أرثي لدموع الأطفال ولبكاء كل الشباب ولكل شيخ قد شاب، واكفف عنا غضبك العادل، واحسم عنا هذه الضربة المبيدة، وأوقف هذا الوباء بشفاعة سيدتنا الفائقة البركة والدة الإله الدائمة البتولية مريم، وبقوة الصليب الكريم المحيي، وبنعمة القبر المقدس القابل الحياة، وبشفاعات جميع القديسين والقديسات الذين أرضوك منذ الدهر. وامنح يا رب المصابين الشفاء، وانهدهم سريعا من سرير الأوجاع والأمراض، واحفظ واحمي إخوتنا الأصحاء من كل مرض ومكروه. بارك يا رب كل الذين يعتنون بمحبة وتضحية بالمرضى حيثما وجدوا. احفظ يا رب بلادنا المقدسة وملكنا، واحمي الجيش والأجهزة الأمنية والحكومة وكل الساهرين على حماية وأمن هذا البلد والعالم بأسره، معطيا إياهم القوة والحكمة والصحة والحماية من لدنك. هبنا يا الله سلامك، واملأ قلوبنا بالإيمان والرجاء، وارحمنا وارحم عالمك، فإن غير المستطاع عند الناس مستطاع لديك وحدك يا أبا الأنوار وإله النعم والعطايا، لأن كل موهبة كاملة هي من لدنك يا أبا الأنوار، فإنك أنت مبارك إلى أبد الآبدين. آمين.